شعب، شعب أرادوا أن يحولوه بالقوة إلى عبارة عن قطيع من الغنم همه الوحيد هو المرعى الجري وراء القوت. شعب حاولوا أن يسلبوا منه شخصيته وأرادوا أن يجعلوه هكذا بقوة النار والحديد. شعب تألم من وضعيته ولكنه لم ييأس من أن يرى في الأفق بزوغ فجر الحرية. شعب لم يكف أبدا عن الكفاح، كبح رغبة شديدة من أجل العيش تحت الشمس المشرقة فأرغموه على العيش في الظلام. شعب منذ أكثر من قرن لم يكف عن الكفاح لكي يسترجع كرامته المسلوبة. شعب لكي يضع حدا للظلم والطغيان حمل في هذا اليوم التاريخي من شهر نوفمبر السلاح للتحرر والانحتاق. في دار سبيطار نلتقي مع مجموعة من هذا الشعب. وسكان دار سبيطار يمثلون بصفة رمزية مجموعة من هذا الشعب المضطهد، وهذا لا ينسينا في المجموعات الريفية وبقية النواحي الأخرى. في كل عضو من هذه الخلية العائلية بدار سبيطار تكمن نار الثورة كما هي كامنة في بقية المجموعات الأخرى. ثورة تنفجر على مر الأيام وتلقى كحجة لهذا الانفجار أقل الأسباب البسيطة. ماكلة ماشي تاع ولد جيبتي، وهادي ماشي ماكلة، هادو سيبت للا مش تحب تجيب لكم لادة عاود تاكلوا. إن شريطنا هذا ليس مخصصاً أو مهدى إلى روح أي بطل كان ميتاً أو حياً في يومنا هذا، هو تقدير وإجلال لشعب تألم من احتلال طويل، هو تقدير وإكرام إلى شعلة الحرية التي لم تنفك تنخر جسمه. كل الأشخاص هم خياليون. الله يعطيك غمة في فراشك، علاش قبلتي تجي لعندي؟ علاش ما قعدتيش في دارو؟ وجدت فيا في فاطمه انا ما هم إلا رمز لكل المجهولين في ذلك العصر، ونتذكر من خلالهم شهداء الثورة وبالأخص الذين ثاروا ودفعوا حياتهم ثمنا على مذبح الحرية في تلك الأيام التاريخية بسطيف وقلمة سنة 1945. اللي روح يا بنتي من الضرب وراه وجد عند ربي، يغيظ غلي يبقى موره الرضا تاع الدنيا. الدنيا ثانيه يا بنتي، ما يبقى غير وجه الله سبحانه. ولك راح زهره هنا برك ما تبعديش. لا عمر علم من كوماندار ان الفقر الذي يتالم منه هو فقر شعب باكمله، وان الجوع ما هو إلا مظهر من مظاهر هذا البؤس والشقاء الذي يرزح تحته الشعب الذي هو فرد منه. عمر علم أن الكفاح ضد الجوع هو كفاح لا طائل منه ومآله الفشل. المقاومة الحقيقية توجد في الكفاح الذي يجب أن نقوم به ضد المحتل من أجل تخليص شعبه من كل الأوجاع والألام المسلطة عليه والتي هي نتائج تصرف الاستعمار المقيت. عمر يعرف أن الحل كامن في الكفاح ضد الاستعمار. الاستعمار يستعمل الجوع كسلاح من أهم أسلحته ضد الشعب. الاستعمار يجوع الشعب لكي يجعله يفكر إلا في بطنه فقط. قال له كوماندار إن الذين ينتصرون ويتغلبون على بطونهم يخسرون كل المعارك الأخرى. كل الكلمات، كل الجمل التي قالها له كوماندار
لم يكف عمر من مراجعتها وتقليبها في دماغه. هذا الشيخ المشوه قد فتح في عقله وإدراكه فتحة يشع منها بصيص من النور، نور شاحب آت بقليل من الضوء لكل هذا الكون الذي يحيط به والذي لم يفهم الكثير من مظاهره. كومندار العجوز كلمه عن الكفاح، عن الاستعمار، لكن الكفاح عمر لا يعرف كيف يكافح ولا يعرف أين يجد هذا الاستعمار. هنالك كثير من الأشياء يحاول أن يعرفها. السلام عليكم. هذه المقبرة أين يدفن الأموات، هنالك تحت الأموات أناس أحياء يعيشون، أحياء تحت الأموات. اليوم علم عمر أن هذه المخلوقات ليست بأموات كالذين ينامون فوق رؤوسهم. هذه المخلوقات تلقي على أنفسها نفس الأسئلة التي يطرحها عمر على نفسه. هم مثله تماما، يجتهدون في اكتشاف عدوهم الحقيقي، مثله كذلك يريدون المقاومة، ومثله أيضا هؤلاء الناس يعلمون أن الجوع ما هو إلا مظهر من مظاهر فقرهم، وأن المقاومة الحقيقية يجب أن تشن ضد المسؤولين، المسؤولين عن حالتهم ووضعيتهم الشقية البائسة، وأن هؤلاء المسؤولين يسمون ويدعون المستعمرون. قال كومندار لعمر: ماذا يهم يا بني؟ تفهم الآن أو لا تفهم، المهم هو أن تفتح أذنيك وكذلك عينيك. عندما يتكون عقلك ويتأهل وتصبح رجلا ناضجا، استعمله في الحياة أحسن استعمال. تاخذت رايك؟ ما رايش هكذا. ويا تاخذ الراي، ما تدير غير على حساب راسها. بصح المغبونة عندها ما قاست. مولي يحبوا يزوجوها بصح هي ما قبلتش. في هذه مهبولة؟ لا بعقلها ولا بس عليها. فاطمة روحي شوف اختك واش هي تعمل. بوح اختي راهي في بيت الراحة، واش حبيتيها تعمل تما من غير هذاك الشيء اللي على بالك به؟ سود ساعدك يا وتش تبهدل، ما جاش في بالك اش مع صالح تما. وش حبيتي يصير فيها؟ خفتيها طيح لك في الثقبه ما زيديش تشوفيها؟ غير ما تخافيش، ما يكون غير خير، غير ما تخافيش. هذاك اللسان ديالك
راني كاشي نقطع حولك ونشويه. هذيك اختك تقول شي عدوتك مانيش عارفه واش دارت لك، ما جاتش في بالك باللي طحت انصرعت ولا تغمت ولا كاش ما صرا لها؟ ها راني فهمتك، حبيتيني كل خطره كي تروحي تما لازم نوقف عند راسها ونعسلك عليها. اسمعي 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 يا يما العزيزه، اني قابلت لك كل شيء بصح غير هذه بنت الفراه ماني قابلتها. يا يما وش هيدار فيا المابولة يا يما يا يما؟ خير عليكم سليمة مزال هنا. فشي فشي بنتك سليمة، والله العظيم غتشبعك روايح بيت الراحة والله. سليمة سوسو لازم حتى في بدرة حتى تبعو ما خفتكاش مصالك لداخل غاشي. بخير عليكم سيد بخير لازينا جزيت قادم معنا شوية لا قادم معاكم شتي ديك السخانة تاع اللي من الجينة ايه هنا عندكم البرودة ايه كاينة سمحوا لي دوك نرجع بخير لازينا سيك بخير فاطمة يا دابا واش تحكي لك الزهرة؟ مو حتى شيء، أنا نحكو على هموم الدنيا. هاديك إذا حكمت الهضرة ما تبطلش. الزهرة تجرى فوق النار طلع يعسيها. الزهرة عطني جراي فوق النار طلع يعسيها. لزينة أنعم. نجرى هذيك راهي فوق النار بالك على بالك الأصل يخلي ولسا اللي فيها ينحرق. فاطمة وشنو هذي كلام؟ سالخير خاتي شريفة. سالخير فاطمة. نجي نقصر معاكم شوية. أي مرحبا بي. صحة. جوزي جوزي مرحبا بي. جوز الفرح. سمعتي يمك تعيط معاك خير إن شاء الله. هاديك هي وبنتها غزلوني بالفشوش ديالهم. خموس عليك يا خاتي شريفة. كل الصباح وصلع. تعرفي يا خاتي سنة كل ما تخليني بالكفارة ماني خرجتها منا. وعلاش؟ صنعة ديالكم عجبتني ماذا بيا نتعلمها يا خاتي سنة. داك الزين يا خاتي شريفة كنت تاخدي رايي هاد الحمر كنت تديريه خضار. والو 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 ومن غير هذا يا خاتي سنة نحب الصنعة ديالكم لخاطر فيها سوسطة. كيفاش؟ ماشي كما صنعت عليك المهبولة تاع عيني كامل ونهار كامل يدرز علينا بالماشينة ديالها ولو كان لا خرجت عليها بوه عليها بوه. عويشة عطات المكلة. يما المكلة وجدت. ايه حطي الميدة. عمر هاك زيد هادو في الحساب ورد بالك تغلط. ها عيني كثير من المرات تغير عملها خيطت قزلت الصوف ثم بعدها حاكت العراقيات ثم اشتغلت بالطبطين المفتول باليد. الآن تستعمل آلة الخياطة. كانت لها كثير من الصناعات ومع ذلك لم تربح ما يكفيها والكل يعيشون على حسابها من ضمنهم الجدة وذلك بالنصيب القليل الذي تقبضه. شحال من تزينة حسبتي يا ولد؟
هيا تكلم غاول بوها على ديك القرية اللي راك تقرا فيها في المسيد 45 دوزة واللي مديتهم لك الخرانيين حسبتهم؟ اتكلم شوف الكارتونة غاول يما عدوش كاين ماكلة حتى القدرة وبعدي وجهك عليا محسوبين يعطيك كيا لك انت يتكل عليك بنادم حسبتهم محسوبين وهادو محسوبين محسوبين يا شحال هادي سيس شنو سيس ستة وهادي ويت شنو ويت ثمانية وهادي تروى وشنو تروى ثلاثة وهادي دوز وشنو دوز انا قلت لك هضر لي بالعربية 12 وهذا اللي كتبت هنا تحت واش هو 45 دوزن انا نقول لك هضر لي بالعربية وانت ما نعرفش تقول لي واش هي هذه واش معناتها 45 طزينة راك متحقق هادو محسوبين متحقق تكل عليهم بنادم خطي من نفسه ما يتكل حتى على حد مريم جيب الحص يما جوزي تعشى تعشى وخلوني نكمل خدمتي عمر اجي تعشى عمر هيا تعشى عويشة عويشة نتهيب ماما إن آلة الخياطة هذه تذكرها في بعض الأيام السعيدة التي عرفتها خلال حياتها الزوجية من 15 سنة يعني قبل موت زوجها بكثير بدأت تستعمل هذه الآلة لكي تساعد زوجها على نفقة العائلة عيني تقوم بأعمال لصالح إسباني يدعى غونزاليس المقدار الذي تأخذه مقابل عملها كان زهيدا لدرجة تثير الغيظ والسخط منذ أشهر عديدة وعيني تخيط في السبردينات أفراد عائلتها عمرهم مكلاو وشبعوا ولو مرة واحدة إيما عوش عطتني غش فيها خبز شك الله يعطيك الرحمة إيما اسمع ويقول يعطيك الرهج يرهجك يما راكي عيانه ولو كانت ريحي شويه وداك سبانيولي تاع غونزاليس راه يخلص فيا باش نريح هادو كامل لازم يكونوا واجدين غدوه الصباح يما شحال واسيتي شحال واسيت عمر هيا نوض نحسبو هادو نوض واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش هاي تزينة واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11-12 هم زوج تصازم موسيقى
l'enfant de feignant. Allez, dépêchant, dépêchant, pressons vite, va. Allez, Fatwa, ta place. Alors, le travail, ça a bien marché? Ah bon, ça va alors. باكيت 50 وسيبان شحال من طزينة؟ 45 طزينة. اه عمر هذاك هو. نعم كارتين. بونجور لزانفون. بونجور كريستون. بونجور بابا. Est-ce que M. Vincent est à livrer la marchandise? Oui, elle est au dépôt. Ah bon. Allez. Ouais, c'est bon, madame. Allez, tu mets du temps, merde. Tu peux pas venir? Oui, j'arrive. Et qui c'est le patron, toi ou moi? C'est vous, M. Gonzalez. Est-ce que tu as contrôlé la marchandise qui t'a livré, M. Vincent? Rien de date, M. Gonzalez. Rien au moins. Est-ce qu'il manque rien? Rien. Rien, rien. Rien, rien. Bon. يا سي علي حسب مليح بلاك تغلط في الحساب. اه راهي 45 طزينة. واحد كيفاش يكونوا 45 طزينة بالفرنسيسان؟ 45 دوسون. كيفاه 40؟ الله يجيب ويسعدك انت والفرنسيسان ديالك. احسب مليح ها بلاك تغلط 45. يا مسيو غونزاليس خاف من ربي، الخدمة طيحت لي صدري والفايدة ما شفتهاش. كاس كلفة سيت فام لا. C'est toujours la même chose avec elle. Elle trouve qu'elle n'est pas bien payée. Elle a qu'à chercher une place ailleurs. Amsi koun aql, had el khedma kamel nta 15 yom bel harad jib lna hak el khobz. Ma traba khoukou w ma kanch manje el matatou. Esma' ya wlidi, fahmo. Qol lou ykhaf men rabbi w yzidni chouya fi kol tzina. Fahmih enti w tkelmi ma'a bel arabiya, raw yfahm. Esma' ya msi. Ali, ne perdons pas de temps, il y a des ouvrières qui attendent là dehors. Kelmi sa payma. اسمع يا مسيو، انا مراه دجاله وقليله نخدم على 10 من الناس، ماشي حق عليك تاكل لي عرق جبيني. 4 دور الطزينه ماكش عارف بلي كل طزينه تاكل لي النص من اللحم ديالي. لو كان قلبك يحن وزيد لي شويه وجازيك ربي خير. Vous êtes les moqueurs. Plus on vous en donne, plus vous en voulez. 45 دوزا. 45 العالم كان على وشك أحداث كبيرة اللي من شأنها تقلب كثير من الأشياء رأسا على عقب. نحن في سنة 1939 على وشك اندلاع الحرب العالمية الثانية. في المدينة ما كانش هناك أعمال كثيرة. السكان العاملين باليوم هم مدرجين في قائمة البطالين، ولكن الذين يتقاضون بعض الشيء هم بطبيعة الحال الذين يذهبون إلى ورشات العاطلين. واش راهم يعملوا هادو؟ أمي يديو فيهم العسكر. عم بالهم يغلبوا كلير. الله يسوي تساعدهم. والله بيهم والله بلا بيهم ما يقدروا له. ورشات أنشئت لكي يشتغلوا بها بضعة أشهر فقط. من بين هؤلاء الشبان العاطلين دعاة الجيش الفرنسي يجدون فيهم مرعى يهيئونها للحرب. السلطات بدأت في التجنيد. أمام الثكنات النساء مكدسات في انتظار رجوع أبنائهم وأزواجهم أو بعض الأقرباء على أمل بأن لا يأخذوهم منهم ويسوقوهم إلى ساحة الحرب. ومن العجيب في هذا العهد كان من السهل جدا باش يجعلهم من البشر طعمة للمدافع
ولكن كان من الصعب خلق أي عمل يعيشون بسببه. خدي سنة، واش تحبي فاطمة؟ سيري غربال ديالك. غربال معني صح. صباح الخير خاتي شريفة. صباحك بالخير بنتي. ايه يا خاتي شريفة، ما تجي تكملي هذاك الحنبل ديالك غير ينور الملح. ها الغربال ها. كثر خيرك. بلا مزية. يا خاتي سنة، بالك تبيعي لك الحنبل، خلي حتى النهار اللي يجوا يخطبوني باش هكذا نطلبه لهم في الشروط. ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير منون. ايه اليوم نهار الطعام بالقديه. تحبي طعام منون؟ ايه اللي تحبي غير راجلك، بصح الرجال ما يتكلوش. وكان جاو يتكلوا كي كليتي له راسو هذاك المخلوق. يزمك عندي يا بس في غربة، وانا عندي لاروبلان باش نروح ونجيبيها. اوف يا عمر. صباح الخير لتركيا. سلمك حتى ليزا. حوست مليح؟ وانت واش دخلك؟ عويش حتى ليزا. هيا جوز. عمر ماما واش راكي؟ عمر اجي لهنا. جبت ديك الورقة؟ شحال من طزينة حسب لنا غونزاليس؟ 125 دوزة. شحال بالعربية؟ 125 طزينة. ميه 125 طزينة. احسبي لي هادو يا طفلة. على حساب 40 دورو طزينة 125 طزينة. يما شحال كاين في طزينة؟ ما بقى لي غير همك دوك نزيد نفهمك انت. هذوك اللي ديتهم له دوك النهار وما خلصنيش فيهم حطهم في الحساب. حطهم في الحساب. ايه راك متحقق؟ انا متحقق. نعت نشوف. هاملك. وين راه؟ هاملك. هذوما هذوما. وهذوك اللي جابهم لي الخدام نتاعو هنا للدار حطهم في الحساب تاني؟ حطهم في الحساب. ايه مانيش انا اللي جبتهم. ايه هو اللي جابهم لي هنا للدار. وين راهم؟ هاملك. هادو هادو. ايه اشحال؟ كار دوزن. واحد ثلاثة اربعة ربع دوزن على 40 دورو طزينة. هادي 100 دورو. هادي 20 دورو. هادي ابو هاليا. هادي 4 دورو. هادي 10 دورو. هذه
خمسة زاز البيوت دارهم في الحساب. إيه محسوبين. هادو شحال؟ وهادو؟ 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 دوز. ثمانية. ماشي ثمانية. 12. زيد شوف مليح يا ولد. 12 أنا محقق. يا وختي قريب وخت تروحي فيها ربع زازن يا وختي. زيد شوف يا ولد زيد. 12. ايه هادوك هما. عيني يا عيني عيني مريم راح يشوف هذيك وكلها تسكت عليه. ماما يما راح طيب نتجه هكذا عندها بزاف الدراهم. مريم يا بنتي. نعم ماما. ودي لي مويها تشرب. مريم وش راكي تواسي تما؟ صحة. يسلمك يا بنتي. تجه هكذا اسمعي تحسف الدراهم. اسمعي بقاي على خير. هادو باش نشريو الفرينة باش نعجنو الخبز. راكم تشوفوا شحال يلزم باش نشيو الفرينة. شحال يلزم يما؟ هادو كامل يا بنتي. راك تشوف يا عمر شحال يلزم باش نشيو الفرينة. على بالي ما كانش تقول لي. همنا ما يبقاوناش بزاف يا يما. هاكي تشوفي شحال من يوم تاع خدمة باش يصحوا لنا غير هاد شوية تاع الدراهم. وكان خدمتي بزاف كان كونغالا زلف هاك. كاش حبيتيني نخدم كتر من هكذا؟ ما رديتيش بالك باللي راني نخدم الليل والنهار. يما واش حبيتي؟ طيبينا جاجا. جاجا واش كنت يا طفله ولا نوض نجيبك؟ منين نجيب لك الدراهم باش نوكل لك الجاجا؟ قولي لي. بوه يما نسيت الماكله فوق النافخ. هذاك ما خصنا زيد تحرق الماكله. كش ما تعرفي منين يسمو فيه الدراهم؟ ها؟ قولي لي هكذا نجيب لك الملايين. ولا حبيتي ننسرق؟ ولا نتبع المقطعات في الزنق باش نجيب لك تاكلي اللحم والدجاج؟ يا واحد الملهوفه تاكلي الرهج يا رهجك. علاش كنتي تعيطي انتي؟ واش تحبي؟ عيني وعلاه عزلتيني يا بنتي؟ واش وسيت لك؟ ما كفانيش همي حتى نزيد همك. هيا سكتي علينا. مريم هاكي كولي يعزيك خي ملهوفه يا اخي. أخته الصغيرة أرادت أكل الدجاج، ولكن بأي مال يشتري هذه الدجاجة التي هي راغبة فيها؟ بالنسبة لعيني القليل الذي عندها لا يكفي. المال الذي أخذته من غونزاليس مقابل كم يوم وكم ليلة من العمل لا يكفي على الأقل لشراء الخبز الكافي. هذه الدجاجة التي أرادتها أخته وألحت عليها ذكرته في مغامرة عاشها هو وأصدقائه الصغار. قصة كان أبطالها ناس يستعملون بعض الحيوانات لا للأكل ولكن لأشياء أخرى لا للاستهلاك. بهذه الحادثة عمر اكتشف بأن لبعض الناس أطوارا غريبة يعطون أهمية كبرى لأشياء ضرورية للاستهلاك بينما هنالك محتاجين لا يرونها إلا بالعين. السلام يا عم. نعم وشام يا عمو وشام يا عمو عندنا في كنز كنز الرميه يما حكيت له الحكايه بلي كاين. هيا اسكت اسكت عمو.
هذا هو الكنز. ناصر دوك هذا هو الكنز، هذا الكنز ديال يماك. معهم كنز الرومية خطم معه.